عند الترمذي وحديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث مهم في هذا الباب. يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله وحده صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا لا شريك لي. فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. هذه خمس ذكرها في هذا الحديث، خمس تهليلات كل واحدة متبوعة بتوكيد للتوحيد وذكر لبراهينه ودلائله وتثبيت له. الأولى، التهليلة الأولى أتبعت بالتكبير الله أكبر، والثانية أتبعت بوحده، والثالثة أتبعت بلا شريك له، والرابعة أتبعت له الملك وله الحمد، والخامسة أتبعت بلا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث أن من قالها عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار. والترمذي رحمه الله بوب له ما يقوله المحتضر أو ما يقوله عند الاحتضار، قال لم تمسه النار. لو قارنت بين هذا الحديث والحديث الأول، الأول قال ماذا؟ دخل الجنة، لكن قد يكون الدخول بعد ماذا؟ بعد سابقة عذاب، قد يكون بعد سابقة عذاب. أما هذا قال لم تمسه النار، أي قوله لم تمسه النار هذا يفيد أنه بدون سابقة عذاب، أي دخولا أوليا، فيكون من الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ولهذا هذا التهليل ينبغي أن يعتنى به وأن يعرفه المسلم، وأن يكثر من الإتيان به، وأن يكون هدفا يرجو الله عز وجل أن يمكنه منه في احتضاره، أن يمكنه منه. وفي لفظ الحديث تذكرت لفظه، وقال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. من رزق، أي هذه الكلمات الخمس، من رزقهن عند موته لم تمسه النار. هذا يفيد أن هذا من أعظم الرزق وأكبره وأفخمه وأجله، أن يرزق الله عبده هذه الكلمات فيختم له بها
وله ضمانة بإذن الله سبحانه وتعالى أن النار لا تمسه، ويكون دخوله الجنة دخولا أوليا. من أعظم من عرفت له عناية من المعاصرين بهذا الحديث ووصية به مستمرة، حتى إنه ختم له به رحمه الله، أحد علماء المغرب الأجلاء الشيخ أحمد أبو عبيدة المحرزي رحمه الله، وتوفي قريبا قرابة شهر رحمة الله عليه، عن عمر جاوز 90. كان كثيرا ما يوصي بهذا الذكر ويعظم من شأنه ويحث عليه. من عجيب أمره لما كان في المستشفى، كان مصاب بمرض كورونا، لما كان في المستشفى كان إلى جنبه مريض، كان إلى جنبه مريض، فقال للممرضة أن تبلغه هذا الحديث، تبلغ هذا المريض هذا الحديث، ووصاها أن تعلمه إياه، فحفظته هذا الحديث، وأخبرت أن الشيخ توفي وهو يردد هذا التهليل، ثم توفي على إثره ذلك الرجل وهو يردد هذا التهليل. فكان من عجيب أمره رحمة الله عليه، وهذه عجيبة للغاية، أن كان رحمه الله، أن صار رحمه الله محتضرا يلقن